مجموعة مير للعناية بالشعر غنية بزبدة الشيا المعروفة بتغذية الشعر. انسي الشعر المقصف الهايش مع مجموعة مير الغنية بزيوت طبيعية، هتغير لك حياتك وحتبقي نجمة وسط أصحابك. مجموعة مير، شامبو، بلسم، زيت وكريم. لازم تستخدمي منتجات مير للحفاظ على جمال شعرك. مجموعة مير، شامبو، بلسم، حمام كريم. مجموعة مير للعناية بالشعر. عرف المصريون القدماء بجمال شعرهم ولمعانه ورونقه. مجموعة مير للعناية بالشعر غنية بزبدة الشيا المعروفة بتغذية الشعر. مجموعة مير، شامبو، بلسم، حمام كريم. مجموعة مير للعناية بالشعر. مجموعة مير للعناية بالشعر غنية بزبدة الشيا المعروفة بتغذية الشعر. انسي الشعر المقصف الهايش مع مجموعة مير الغنية بزيوت طبيعية، هتغير لك حياتك وحتبقي نجمة وسط أصحابك. مجموعة مير، شامبو، بلسم، زيت وحمام كريم. بعد استخدامك للبروتين والصبغة لازم تستخدمي منتجات مير للحفاظ على جمال شعرك. لطلب المنتج الاتصال على 010-33-99-78-78. مطلوب وكلاء للتوزيع. منتجات مير للعناية بالشعر خالية من الصوديوم والسلفات. مير، لمعان ونعومة فوق الوصف. لأن الوقت من ذهب يا ناس، ياهو الحلاقة بقت من غير تعب مع جل الحلاقة فو. مهما كنت مستعجل، فو هيخليك في أبهى صورة وشياكة. من غير استخدام للمية، جل الحلاقة فو بيسهلك الحلاقة. فو، انتعاش، حماية، ترطيب. جل الحلاقة فو، حلاقة سهلة بدون تعب، انتعاش فوق الوصف، شفاف بدون رغوة. فو، انتعاش، حماية، ترطيب. فو، تصنيع شركة ريفال فارما. مطلوب وكلاء. لطلبات الجملة والتوزيع 010-33-99-78-78. طرحة بس عايزة. أهلا بيكم مرة تانية معانا في البيت الكبير. فقرتنا مع الدكتورة وفاء عبد السلام وعظة في وزارة الأوقاف، هنتكلم عن اختيار الزوج والزوجة في الإسلام، بداية لسلسلة عن التربية في الإسلام. أهلا بيك دكتورة وفاء. السلام عليكم. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية سلسلة دي تدبيسة على الهواء. تدبيسة تدبيسة على الهواء. تدبيسة على الهواء. ابتدينا. إن شاء الله بإذن الله. قول لنا حضرتك يعني إيه زوج وزوجة في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه، وأدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه، وزكى أوصافه وأخلاقه، ثم اتخذه صفيه وحبيبه، ووفق للاقتداء به من أراد تثبيته، وحرم على التخلق بأخلاقه من أراد تشتيته، وصلى الله تبارك وتعالى على خير الرجال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأنا سعيدة أن أنا موجودة مع حضرتك وفي القناة. ربنا يكرمكم ويجزيكم يكون خير. الموضوع رائع، لأن الأسرة ده تجمع مقدس له غايات سامية في الإسلام. إحنا موجودين على الأرض لسببين: نعبد الله الواحد الأحد ولا نشرك به شيئا، والإعمار في الأرض. الإعمار بقى في الأرض دوت هو ده يمكن الغاية الكبرى من وجود أسرة، لأن زوج وزوجة
وأبناء تكاثر وتناسل يعملوا يكونوا مجموعة من الأسر، يكون المجتمع، نشتغل في الإعمار، نعمر الكون ونعبد ربنا سبحانه وتعالى. عشان نحقق المنظومة المتكاملة دي لازم تكون مبنية على أسس سليمة، ولازم يبقى يعني ما يبقاش الحل السهل اللي الناس كلها بتستسهله دلوقتي يبقى هو اللي موجود. لا، إحنا الزواج في الإسلام المفروض أنه أصله على التأبيد، يعني الزوج والزوجة دولت المفروض هم ما انفصلوش، وعشان كده الإسلام وضع لهم معايير في الاختيار عشان يحققوا حاجة ربنا سبحانه وتعالى قال عليها في القرآن: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى سكن ومودة ورحمة. وربنا سبحانه وتعالى لما اختار السكن هنا، يمكن كثير من علماء التفسير، وأنا بيرتاح قلبي لهذا الأمر، قال إن هنا ربنا سبحانه وتعالى يمكن قد يكون يناجي الرجل في هذا الأمر: لتسكنوا إليها، تسكن للزوجة، فكأن الرجل ساكن وصاحبة السكن هي المرأة. كثير من النساء بيقولون انت بتيجي علينا، انا بقول لهم لا والله مش باجي عليكم، بس انت القادر على الاحتواء، انت اللي معاكي الدفه بتاعه السكن اللي بيدور عليها هذا الرجل. وربنا اللي قايل كده في كتابه العزيز: وجعل بينهم موده ورحمه. ربنا سبحانه وتعالى ما اختارش الحب، اختار الموده، مع ان الموده احنا لو شفنا درجات او مراتب الحب هنلاقي ان الموده مرتبه من مراتب الحب، بس ربنا اختار لفظه موده. الحب ده شعور داخلي بين اثنين او بين البشر وبعضهم. الموده سلوك، الموده تعامل وسلوك. سلوك يعني انا في حب جوايا لشخص بيطلع في سلوك فيه ود، فيه راحه. طب ما تحققش هذا الامر، يعني اختارت الزوج او اختار الزوجه وما حصلش بينهم وبين بعض مودة، السلوكيات اللي بينهم ما كانش ما عبرتش عن التفاعل الموجود اللي هو اسمه الحب، ما عبرتش. لكن المودة وال يبقى في التعامل بالظبط، يبقى في رحمة. شوف لو اختفت المودة يبقى في رحمة. يبقى حتى لو ما فيش حب، يعني حصل ان هم مثلا ايه حبوا بعض الحب الظاهري اللي احنا شايفينه ده، ودخلوا البيت اكتشفوا ان الموضوع مسؤولية فاختفت المودة، هيبقى في حاجة تانية اسمها الرحمة بينهم وبين بعض. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني لصق المودة بالرحمة، عطف الرحمة على المودة. لو اختفت المودة ما بين الزوج والزوجة هتبقى بينهم الرحمة. طب عشان يبقى في مودة ويبقى في رحمة ونحقق دول ويبقى في سكن، ويبقى مفهوم ان الست فاهمة يعني ايه سكن، ومفهوم ان الزوج فاهم يعني ايه سكن، لازم يكون في أسس اختيار. وانا بقول لما بنتكلم، يمكن حضرتك في بدايه الحلقه او قبل الحلقه قلت لي هنتكلم عن تربيه الابناء، وقلنا تربيه الابناء تبدا من الاختيار في البدايه. الاختيار ده بيكون نرجع له من التربيه، هي سلسله من صحيح. التربيه يعني انا بربي ابني على هو فاهم يعني ايه زواج، وبربي بنتي هي فاهمه يعني ايه زواج، ما هواش حصان ابيض هتتخطف عليه وتروح عشان خاطر المفترض عنده قدوه هو اتربى عليها. خد بال حياتك، انا بتجوز ليه؟ صحيح. جوزي اتجوز ليه؟ هو ده المفهوم اللي المفروض انا بزرعه في ابنائي، فبيبقوا عندهم فهم يعني ايه زواج. تيجي بقى البنت تكبر ويجي الابن يكبر هيختاروا. الاختيار له اسس ومعايير وضحها الدين الاسلامي. لو هنختار الزوجه في الاول، وانا يعني بختار الزوجه في الاول لان هي، وانا مصره ان هي الاساس، هي الاساس، هي اللي لو صلحت هتبقى الامور كلها سهله. تقدر تغير، التغيير هيجي من المراه، يعني مع احترامي لحضرتك، مع احترامي لاي حد من الرجال، اي راجل، اي راجل، انا عندي قناعه تامه بثقل وعظم مكانه ودور المراه، وده اللي ادهوني الاسلام، وده اللي عرفوه لي حضره سيدنا النبي. مش هتلاقي اي دور من الادوار اللي الاسلام وضعها للرجل الا وله دور في المرأة، للمرأة. أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة، ودي مش صدفة. السيدة خديجة أول من سجد لله عز وجل بعد حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة، ما كانش حد من الرجال، ما كانش سيدنا أبو بكر الصديق، ما كانش سيدنا زيد ابن حارثة اللي كان في بيت حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش سيدنا علي ابن أبي طالب اللي كان بيت حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كانت امرأة وهي السيدة خديجة، ودي مش صدفة.
أول من نزل بقى سيدنا النبي نزل في بيتها الوحي كانت السيدة خديجة، أول من قرأ القرآن كانت السيدة خديجة، أول شهيد في الإسلام كانت امرأة، أول فدائي في الإسلام كانت امرأة، أول طبيب في الإسلام كان امرأة. يعني لو شفنا الأوائل كلهم هنلاقيها امرأة. فأنا عندي يقين أن للمرأة دور عظيم. فأنا لو ربيت بنتي وبدأت أشوف الأسس اختيار لبنتي، لو أنا هختار بقى أو هختار لابني أشوف بقى المرأة اللي هختارها لابني، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع حاجات عشان تخلي الرجل يقول هي دي الست اللي أنا ممكن أختارها. لمالها؟ لحسبها؟ لجمالها؟ ولدينها. وسيدنا النبي لما يذكر الدين في النهاية للعظم المذكور، يعني دين أعظمهم، تربت يداك، هي المعنى دي معناها التصاق اليد بالتراب كناية عن الفقر. ولكن هنا مش المقصود بيها كده، المقصود بيها إن اللي حيفوز بالدين فاز بالخير. الدين اللي حيفوز بذات الدين فاز بالخير. عارف ليه حضرتك فاز بالخير؟ لأن لو صاحب الدين هيبقى فيها جمال. معانا اتصال هاتفي بس من استاذه ناديه من الفيوم. الو. ايوه يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك استاذه ناديه. اهلا بك. اتفضلي. عايزه اتكلم مع الدكتوره. اتفضلي حضرتك. اتفضلي مع استاذه ناديه. اهلا وسهلا. انا اقول لها ايه بقى؟ اقول لها ان احنا كلنا زهور في بستان، ولكن كل زهره تختلف عن الاخرى. بمعنى تختلف عن الاخرى، بمعنى اي نعم، انا مديره شؤون المراه، وبقدس احترام الزوج، وبقدس احترام الزوج، ولكن لما يكون الزوج غير سوي ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ حاضر كده. حضرتك نقلنا حاضر خدتينا ونطيتي نطه كبيره. حاضر، شكرا ليك استاذه ناديه. بسم الله. احنا هنقولها. ما هو انا بقول لحضرتك انا شكلي بتسحب للسلسله فعلا، يعني ان شاء الله هنتكلم فيها ان شاء الله. انت معانا يعني. انا بستاذنك يا استاذه ناديه، هنصبر كده شويه على اجابه هذا السؤال. لما نمشي شويه هتعرفي حضرتك، لان اكيد ليها حل ان شاء الله باذن الله. تمام، اتفضلي. اول حاجه، لما يبقى عندها دين، الدين ده هيخلي لها جمال، هيديها جمال. الدين ده هيعلي من حسبها ونسبها. الدين دوت هيخلي فيه بركة، فهيبقى فيه المال. فإذا كان بيدور على المال والحسب والجمال، الدين هيحقق له كل ده. فيعني دي جزئية من ناحية المال. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يمكن قال لنا تخيروا من صفكم فإن العرق دساس. يبقى وسيدنا النبي قال إن المرأة تنجب أشباء، أو الولد بيجي شبه خاله، إن النساء تلدن أشباه أخواتها وأخوال أولادها. فياخد باله من الجزئية دي، ياخد باله من البيت برضو شكله إيه، والتكافؤ الأسري شكله إيه. سيدنا النبي قال لنا إياكم وخضراء الدمني. قالوا وما خضراء الدمني يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. فده البيت، ده البيت والأصل بتاع البيت. احنا بنقول الحسب هو رقم اتنين، واطفر بذات الدين. ده مش معناه ان احنا نتخلى على الشق بتاع النسب والحسب، لا، ده موجود وموجود. لكن الموضوع ما بقاش مظهري قوي، يعني ما بقاش المظهرية هي الأساس. في أمور ممكن تتخلى عنها، وفي أمور ما ينفعش. جزئية الدين ما ينفعش. تمام. ما ينفعش نهائيا. التكافؤ الاجتماعي، لان كثير من المشكلات اللي بيقابلها وبيصادفني كثير من بناتي واخواتي في اللقاءات والمساجد، المشكله بتبقى من اساس تكافؤ اجتماعي. طب انت لما جيتي تختاري ما شفتيش الاساس ليه بتاع الاختيار بتاعي؟ لان التكافؤ الاجتماعي موجود من اسس الاختيار، سواء للزوج او للزوجه. لكن الاساس في اختيار الزوجه، ادي احنا قلنا ياخد بالهم من العرق ده اساس، والراجل بيبقى زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مغرس، فلينظر احدكم اين يضع غرسه، يعني شوف هو هيضع الغرس بتاعه فين، فيبقى فيه اختيار سليم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود. ولما يقول حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الودود الولود، مش معناها اللي بتكثر من الولاده، عشان بس في الجزئيه دي كثير من الناس، يعني حتى حديث
تناكحوا وتكاثروا فاني مباهم بكم الامم. مباهات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الامم ليس بالعدد بالكم ولكن بالكيف. المقصود بالودود الولود. الودود طبعا احنا قلنا الموده دلوقتي اللي هو قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا نظر اليها صرته، ما هياش عابسه طول الوقت، لا ده لو نظر اليها حس بسرور جاي من بره متعب ومثقل بالهموم، بص لقى واحده مهما كان عندها من الهموم ومحدش يتصل بيقول لي طب ما هي، هقول لهم مع احترامي لحضرتك المراه عندها هذه القدره، ربنا سبحانه وتعالى خلقها كده، خلقها من 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 ضلع اعوج عشان تحتوي، عشان الاحتواء، هي اللي عندها هذه القدره، عندها القدره انها يبقى ابنها سخن وبتعرف تعمل اكل، ابنها جوزها عامل فيها وبسوي فيها وبتقدر تتكلم مع صديقتها او في شغلها او بتاعه وهي مبتسمه، عندنا القدره دي الحمد لله من فضل الله، فخلي القدره دي تبقى مسخره في البيت اللي انت مسؤوله عنه، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤول عن رعيته، يعني الاثنين عندهم مسؤوليه ومسؤوليه عظيمه، ولكن احنا بنتكلم دلوقتي عن المراه عشان ما حدش يجي يقول لي طب ما هو الزوج، هنيجي لقضيه الزوج، فالودود الولود اللي تبقى مبتسمه في وش زوجها وفي نفس الوقت ما تمنعش نفسها على انها تنجب، تقول لا اصل انا شكلي ومنظري هو ده المقصود بيها ولكن مش الكم. وسيدنا النبي يمكن في حديث بيحضرني وانا بحب هذا الحديث جدا جدا جدا، بيقول الا اخبركم برجالكم في الجنه؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال النبي في الجنه والصديق في الجنه الشهيد في الجنه والولد يموت دون الحلم في الجنه، الولد يموت وهو صغير قبل ما يبلغ ده في الجنه، دول في الجنه، الا اخبركم بنسائكم في الجنه؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الودود الولود العقود، الودود الولود احنا سائلينها دلوقتي هتبقى العقود، العقود التي اذا ظلمت ذهبت الى زوجها ووضعت يدها في يده وقالت لا ارى غمضا حتى ترضى. شوف بقى مهما كان هذا الرجل يا استاذه ناديه، شوفي بقى مهما كان هذا الرجل وصعوبيته وظلمت، يعني هو اللي اذاها، ظلمت يعني هو اللي جه عليها ودخلت له كده وراح مطبطب عليه وقالت له بص عينيا مش عارفه اتغمض وانت زعلان، مهما كان صعوبه هذا الرجل تعالوا نجيبهم بالموده، احنا جربنا نعمل الند بالند وهو مش ند، احنا اعلى، بس احنا جربنا نعمل الند مين اللي اعلى؟ النساء، احنا جربنا ان احنا نعمل الند بالند. انا يعني انا تمام ده تمام اتفضلي عايزك تغير رايك تماما في ان احنا نعمل السلسله احنا معاكم كويس. ما تبقاش العمليه هو قال لي فانا هقول له، هو عمل فانا هعمل له. سيدنا النبي قال لا تكن امعة، اذا احسن الناس احسنت واذا اساء الناس اسات، ولكن كن اذا احسن الناس احسنت واذا اساء الناس احسنت او لم تسئ اليه. فما بالك البيت، ده بنتكلم عن الناس بره، فما بالك البيت. فبقول لها جربي، احنا جربنا كتير قوي قوي، كلمه بالكلمه وتصرف بالتصرف والحقد بالحقد والغل بالغل طب تعالوا نجرب الحب كده، تعالوا نبدا صفحه جديده، واروح اقول له انا جيت انام لقيت نفسي من امتى استحملي عنيسة هتسمعي كلمه سخيفه، انا عارفه ان في كثير من الناس بيتعرضوا لسخافات بسبب ايه، من امتى تحولتي لشيخه اتحولتي، هنسمع كلام كده، بس مره في مره اللي قدامي والله هيتغير، الكلمه الطيبه صدقه، تبسمك في وجهك صدقه، اعمليها بنيه صدقات لله عز وجل. فادي قلنا الودود الولود وقلنا العقود اللي قالها سيدنا النبي في الحديث. الاغتراب تمام، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتربوا ولا تضووا. الاغتراب كثير من الناس بتتزوج الاقارب، والاقارب ممكن يكون في جينات او في امراض او حاجه تنتقل للذريه، فسيدنا النبي عايز الذريه بتاعتنا تبقى قويه، فبيقول اغتربوا تضووا، هنا اللي هي ولا تضعفوا الذريه جايه من الضعف. فسيدنا النبي قال اغتربوا ولا تضووا، سيدنا النبي قال ان الرجل يتزوج البكر. سيدنا جابر قال لسيدنا النبي ان هو تزوج، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له بكر ام ثيب؟ قال له ثيب يا رسول الله، قال هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟
البكر بتبقى عندها، يعني سيدنا النبي حض على ده، ده مش معناه انه ماتت ما. بس احنا بنتكلم على الـ الـ الدرجات الاعلى. سيدنا جابر وضح لحضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ابوه ترك له اخوات بنات، وهو عايز واحده تكون رشيده وعاقله وناضجه ترعى هؤلاء البنات. فدي تقريبا اهم الاسس والمعايير اللي وضعها حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لاختيار الزوجه. تعالى بقى نشوف اختيار الزوج. تمام. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير او فساد عريض. سيدنا النبي بيقول اللي انتوا ترضوا الدين والخلق. يبقى في حاجتين ملازمتين احنا في المراه، الدين فقط، انما في الرجل الدين والخلق. ودي ما تعديش كده. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر ان الخلق الاخلاق بالنسبه للرجل دي اساسيه، لانه احنا قلنا المراه ممكن تبقى مغلوبه على امرها، ممكن تكون عندها قضيه الاحتواء، ممكن. الخلق لما بيبقى عند الرجل قويم، يكون صادق، ما يكونش بخيل، ما يكونش، دي الحاجات اللي ممكن تخلي اي امراه تكره هذا الرجل. بخله، عدم مرؤته، عدم شجاعته، كذبه، الامور دي كلها بعيده تماما. دي ما هي بتظهر بالمعامله. ما هنختارها ازاي بقى؟ هو ده بقى اللي احنا ايه للاسف الشديد احنا عندنا كثير من الناس يقول الحمد لله احنا اخترنا على اساس الدين، وبعد كده يرجعوا يقولوا ايه ده احنا اخترنا على اساس الدين، وبعدين اكتشفنا ان الموضوع مش كده. ممكن يكون الموضوع ظاهري برضو. الله يفتح لحضرتك. تمام. احنا ما بناخدش الدين والخلق على اساس الظاهر، احنا بنتكلم على الدين والخلق تصرفات وافعال. يعني حلو قوي ان يكون الرجل عنده علامه للسجود، ممتاز، لكن مش هي دي الاساس. تمام. الاساس تعاملات. شوف كده خطيب بنتك وهو قاعد في البيت. احنا للاسف الشديد حضرتك لما بنيجي نختبر الشاب بنقول لبنتنا، انا عذرا بقى انا بخش في نقاط كده، بس هي دي الحقيقه، انا بتكلم في الحقيقه اللي حاصله في بيوتنا. طيب احنا معانا اتصال سريع. طيب اوكي اتفضل. معانا ام يوسف من الفيوم، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، تحت امرك، اتفضلي. لو سمحت انا في مداخله عايزه اكلم الدكتوره فيها. مع الدكتوره مع حضرتك، اتفضلي. اهلا وسهلا ام يوسف. ام يوسف اهلا وسهلا. ام يوسف والله اهلا وسهلا بحضرتك، مش سامعه؟ منورانا والله ومنوره البرنامج. ربنا يبارك في حضرتك، جزاكي الله خيرا. حضرتك لما تبقي عامله كل حاجه في بيتك وكل حاجه كويسه جدا وشكلك حلو، ولما تلاقي جوزك داخل من بره مفيش كلمه كويسه، دايما مقشره في وشك، تشويه بره يضحك مع كل الناس، يجي عندك البيت مفيش ولا كلمه كويسه، يكلمك بطريقه مش حلوه. عايزه اعمل حاجه اخليه يتغير، اعمل ايه؟ حاضر حاضر يا حبيبتي. احنا بس احنا لسه بنبتدي اهو. يعني احنا بس احنا عايزين كده ندخل على الفيوم. يعني انا شايفه ما شاء الله قوه الا بالله، هو خصص حلقه الفيوم مش عارفه يعني. طب نفسي راجل بس الفيوم يتكلم بس يقول لنا طيب اي حاجه على النساء. حاضر، عينيا الاثنين يا ام يوسف. حاضر، احنا هنتكلم في الجزئيه دي، ولكن انا هقول لك سريعا كده. قد يكون عنده مشاكل بره، قد يكون عنده خلفيه من تصرفات في البيت من حضرتك في مرة أو اتنين، خلاص عملت عنده انطباع معين فبيدخل. تعالي كده شوفي، غيري الطريقة اللي حضرتك بتتعاملي بيها معاه، وجربي طريقة جديدة. جربي تبقي وهو جاي كده تبقي يعني مغيرة شكلك، مغيرة طريقتك في استقباله، ابتسامة يعني متزينة، حتى عطر عشان ربما رائحة المطبخ تكون مسيطرة علينا في كثير من الأحوال. غيري شكلك، غيري نمط البيت، غيري أساس البيت، خلي أساس البيت في أي اتجاه. معانا بس اتصال تاني من أستاذ أحمد من السويس، هو راجل جالنا. طيب اهلا بيك يا احمد، اتفضل. احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل معاك يا احمد. ازيك يا دكتور وفاء؟ اهلا وسهلا يا فندم. لو سمحت يا هو انا ليا تعقيب بسيط على كلام حضرتك. تمام، الله ينور على حضرتك. بس مين دلوقتي بيمشي بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف الشروط والمواصفات؟ عايز حضرتك بس تاكد على الموضوع ده، الله يبارك لك، لان هو ده طوق الشروط والمواصفات بتاعه اختيار الزوجين.
بص حضرتك كلامك صحيح 100% يا استاذ احمد، جزاك الله خيرا. احنا بنعمل ايه هنا؟ ما احنا بنعمل كده دلوقتي. يمكن كثير من الناس بعدت عن المنهج، بس حالات الطلاق الكثيره نتاج هذا البعد. فاحنا بنقول اهو تعالوا نرجع نطبق سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وحضرتك ما تقوليش ما حدش بيطبق السنه، ده رب العزه سبحانه وتعالى ما ارتضلناش قدوه مطلقه الا حضرته، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فاحنا بنوعي بعض، يعني انا بوعي حضرتك وحضرتك ممكن تلفت نظري برضو الامر، بنوعي بعض عشان نرجع ثاني للمنهج السليم، عشان نحيي بيتنا ثاني على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. طيب مصرين في الكنترول، والمخرج بيقول لحضرتك المديح رسول الله صلى الله عليه وسلم. معانا دقائق بسيطه قوي، احنا خلصنا الحلقه، احنا دي هنعتبرها مقدمه لبدايه الحلقات الجديده. انا هقول وصف حضره سيدنا النبي زي ما استاذ احمد طلب، حاضر عينيا الاثنين المدح، ولكن انا ليا بس كلمه بستاذن حضرتك. اتفضلي. بستاذن البرنامج. بنت من بناتي يعني لينا، اسالكم الدعاء ليها، ربنا يشفيها. وبقول لها على الهواء اهو، لينا انت طول عمرك بطله وقويه، واكتستي مراحل كثيره جدا 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 من الاختبارات والابتلاءات، ربنا يثبتك ويقدرك، وهنشوف بطله جديده ان شاء الله باذن الله. واسالكم جميعا الدعاء لابنتي لينا، ربنا يشفيها يا رب. حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا اثنين برضو، رجل وامرأة. مصرة أنا على وجود امرأة دائما في حياة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بقول الوصف بتاع السيدة أم معبد، ودي كانت المعجزة الرابعة في طريق هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي وهو مهاجر حصلت له 4 معجزات، في المعجزة الرابعة دخل خيمة في الطريق يسأل على لبن، وكان معه سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عامر بن فهيرة. فدخل الخيمة ديت استراحة في الطريق يسأل على لبن، فقالت له ما عندناش. فوجد شاه في طرف الخيمة، فقال لها ما هذه الشاه؟ قالت له خلفها الجهل أن تلحق بباقي الغنم أو الشي، جوزها خرج بالغنم، ودي كبيرة ومسنة وتعبانة وما بتحلبش، مسنة أساسا، فما قدرتش تخرج حتى من كثرة التعب أنها تأكل مع بقية الغنم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ائتني بها. قالت له لو وجدنا فيها خيرا لا حلبناه، وراحت مقرباها لسيدنا النبي، فمسح بيده الشريفة على الضرع وسمى الله، فنزل اللبن، ودي كانت المعجزة الرابعة لسيدنا. فشرب سيدنا، شربت السيدة أم معبد، وشرب سيدنا عامر بن فهيرة، وشرب سيدنا أبو بكر الصديق، وشرب حضرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، وترك الإناء ملأ كما هو. لما جه جوزها من بره عندما عاد من الخارج قال لها من أين لك هذا وقد تركت البيت خاوية؟ فقالت مر بنا رجل صالح ما تعرفش حضرته، حدث من أمره كيت وكيت. فقال لها صفيه لي. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي لحيته كثافة، وفي عنقه سطع، وفي صوته صهر أزج أقرا ربعة، ليس بالطويل الذي تشنؤه العين من طول، ولا بالقصير الذي تقتحمه العين من قصر. حلو المنطق، فصل لهذر ولا نظر، كأن منطقه خرزات نظم يتحضرن، إن صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من بعيد، وأحسنهم وأجملهم من قريب، حوله رفقاء يحفون به، إذا تكلم أنصتوا لكلامه، وإذا أمر تبادروا لأمره، غصن بين غصنين، أجمل الثلاثة منظرة، محفوظ محشود، لا عابس ولا مفند، قال هذا والله صاحب قريش، الذي بلغنا من أمره ما بلغنا، ولو أني أدركته وصحبته، ولا وحسن اسلامهم الحمد لله. واقول بسرعه ولا الوقت خلاص؟ لا، المديح بقى. المديح ده كان رثاء لسيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا رسول الله بعد انتقال سيدنا، بعد وفاه سيدنا. قال بابي انت وامي يا رسول الله، ان كان جزعا كنت تخطب الناس عليه، فلما كثر الناس اتخذت منبرا وتسمعهم فحن الجزع، حتى وضعت يدك الشريفه عليه فهدأ الجزع، فامتك اولى بالحنين اليك لما فارقتهم. بابي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عنده أنه أرسلك آخر الرسل ثم ذكرك أولهم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عنده أنه جعل طاعتك كطاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عنده أنه أبلغك بالعفو قبل أن يبلغك بالذنب، عفى الله عنك لما أذنت لهم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار وهم يعذبون بين أطباقها يتمنون
أطعونا لو كانوا أطعوك، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن كان الله قد أعطى موسى بن عمران الحجر تنفجر منه الأنهار فما ذاك بأعجب من الماء حين نبع من بين يدك الشريفة. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن كان الله قد أعطى سليمان الرياح رواحها شهر وغدوها شهر فما ذاك بأعجب من البراق حين صريت به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عدت من ليلك فصليت الصبح بالأبطح. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن كان الله قد أعطى عيسى بن مريم إحياء الموتى بإذن الله فما ذاك بأعجب من الشاه المسلوخة المشوية التي قالت لا تأكلني فإني مسمومة. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عنده أنه اتبعك على قلة عمرك وقصر سنك ما لم يتبع نوح على طول عمره وكثرة سنه. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو لم تواكل إلا كفء لك ما وكلت إلينا، ولو لم تجالس إلا كفء لك ما جلست إلينا، ولو لم تناكح إلا كفء لك ما نكحت إلينا، ولكنك وكلت إلينا وجلست إلينا ونكحت إلينا وجلست على الأرض وتناولت الطعام وركبت الحمار وأردفت خلفك تواضعا منك، فبأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بعتذر للإطالة. لا خالص، بالعكس بالعكس، أنت منورانا ومشرفانا. جزاك الله خير. نكمل في الحلقات الجاية إن شاء الله بإذن الله. نشكركم جميعا على متابعتكم للبيت الكبير. مش هنعمل النهاية، نهايتنا هندعو جميعا وبندعوكم ان انتم تدعوا معانا لاختنا العزيزه لينا، ربنا يشفيها وان شاء الله تكون بدايه لحياه جديده وتجربه. احنا كلنا بنمر بتجارب، ان شاء الله تكون تجربه تعدي على خير وتكون بدايه لحياه جديده معاكي. شكرا ليكم، انتظرونا الاسبوع الجاي مع الدكتوره وفاء عبد السلام وبقيه سلسله التربيه في الاسلام. السلام عليكم.